لا تظهر إسرائيل أي علامة على التراجع. عدد قتلى الحرب الإسرائيلية في غزة وصل اليوم إلى أكثر من 36,400 شخص. تركيز القصف الإسرائيلي الأكبر كان على رفح، حيث استهدفت مروحيات أباتشي وسط المدينة. أيضا قصفت إسرائيل جنوب غرب رفح عن طريق الطيران والمدفعية. وفي الوسط استهدفت غارات إسرائيلية مدينة دير البلح ومخيمي البريج والنصيرات. أما في الشمال واصلت إسرائيل قصف مدينة غزة، فيما أعلنت لجنة طوارئ البلديات شمالي القطاع أن جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون أصبحت مناطق منكوبة بسبب الدمار. نعلن مخيم جباليا ومدينة بيت لاهيا ومدينة بيت حانون ومدينة جباليا منطقة منكوبة نظرا للدمار الهائل الذي يفوق الوصف، كما نؤكد على ما يلي. 1. ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوقوف عند مسؤولياتهم ووقف هذه الحرب المجنونة التي تستهدف القانون الدولي والإنساني. وبينما يتحدث الأمريكيون عن خطة لوقف إطلاق النار، يطرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت خطة أخرى اليوم تلمح إلى بقاء أطول في غزة. ويقول جالانت إن الجيش الإسرائيلي سيعزل مناطق في غزة ليبعد أعضاء حماس عنها، ثم إدخال كيانات أخرى تستطيع تشكيل حكومة جديدة. العمل في رفح يتقدم فوق وتحت الأرض، القوات تدمر خط الأكسجين لحماس الذي يربط قطاع غزة بمصر، ونحن نحاصر حماس ولا نسمح لها بالاستمرار في الوجود. في الوقت نفسه تقوم المؤسسة الأمنية بإعداد بديل للحكم لحماس، وسوف نقوم بعزل مناطق في غزة وإبعاد أعضاء حماس عنها وإدخال كيانات أخرى إليها، من شأنها تمكين حكومة جديدة تمنع صعود حماس من جديد. هل سنقبل حماس كقوة حاكمة في غزة؟ بالطبع لا.